السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا في قناة التجمع الدولي لأصدقاء الحسون على اليوتيوب ومجموعة الحسون على الفيسبوك. اليوم إخواني الكرام سوف نتحدث عن موضوع عادة ما يشغل بعض المربين خاصة المبتدئين، والذي يخص مشكلة عدم تخصيب البيض. طبعا هذا المشكل لا يكون هكذا فقط، لكن يكون نتيجة لبعض الأسباب، بعض الأمور التي قد يغفل عنها المربي، بعض الأخطاء التي قد يقوم بها المربي، وهذا ما سوف نشرحه في هذا الفيديو حتى يتجنب المربي هذه الأخطاء. لكن قبل ذلك دعونا نشاهد طريقة التفريق بين البيض المخصب والبيض الغير مخصب. بعد مرور 7 أيام من حضانة الأنثى للبيض، يمكننا الكشف عن البيض المخصب والغير مخصب، بحيث أننا نقوم بمسك البيضة من الأطراف المدببة حتى لا نقوم بكسرها، ثم نقوم بتسليط عليها الضوء كما هو موضح أمامكم. طبعا إذا قمنا بإطفاء الضوء سوف يكون الأمر واضح أكثر. فعلى سبيل المثال هذه البيضة غير مخصبة فارغة، لكن على العكس كما نلاحظ في هذه البيضة فهي مخصبة، بحيث أننا نرى عروق الدم بدأت تتكون والجنين بدأ يتكون وهي مخصبة على عكس البيضة الأولى. طبعا هذه كانت طريقة الكشف عن البيض المخصب من البيض الغير مخصب. ننتقل الآن إخواني الكرام إلى بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم تلقيح البيض. من بين أهم الأسباب التي تؤدي إلى عدم تلقيح البيض هو أن يكون الذكر صغير بالسن ولم يكتمل نضوجه الجنسي بعد، بحيث أن علامات الجهوزية تكون واضحة على الطائر، بحيث أن الطائر بعد مرور 8 أشهر نلاحظ علامات الجهوزية عليه، تغريد متواصل، تغريد قوي، هيجان على الأنثى إلى غير ذلك. لكن الذكر الذي لا يكون غير جاهز جنسيا فيكون لا زال يشلبك في التغريد، لا زال صغير ويكون واضح أنه لا زال صغير، لهذا لا يمكننا أن نضعه مع أنثى جاهزة، لأنه في الأخير سوف تعطينا بيض غير ملقح. أما الأمر الثاني فذكر تكون أظافره طويلة مثل هذا الذكر الموجود في الفيديو أمامنا، بحيث أن هذه الأظافر الطويلة والحادة تضايق الأنثى عندما يحاول الذكر تكبيسها، بحيث أنه يحاول غرس تلك الأظافر في جلد الأنثى، مما يؤدي إلى تحرك الأنثى، وبالتالي لا تنجح عملية التزاوج ولا تنجح عملية الاتصال الجنسي بين الذكر والأنثى، وهنا في الأخير يعطيك بيض غير ملقح. ولهذا يجب قص أظافر الذكر. إن لم تكن لديك خبرة في عملية قص أظافر الذكر أو الأنثى إلى غير ذلك، فمن الأفضل أن تأخذ الطائر إلى شخص يكون خبير بهذا الأمر حتى لا تؤذي الطائر. أيضا إخواني الكرام وجود ريش كثيف حول فتحة المجمع بالنسبة للأنثى مما يعيق عملية التزاوج ووصول الحيوانات المنوية من طرف الذكر. نأخذ على سبيل المثال هذه الأنثى، نلاحظ ريش كثيف حول مخرج الأنثى على عكس هذه الأنثى الأخرى، كما نلاحظ العضو التناسلي للأنثى واضح وبارز. هذا الأمر يسهل عملية الاتصال الجنسي بين الذكر والأنثى على عكس الأنثى التي يكون بها ريش كثيف. ولتجنب هذا الأمر فقط يجب علينا أن نقوم بقص هذا الريش كما هو موضح أمامكم حول الفتحة التناسلية بالنسبة للذكر والأنثى حتى نسهل عملية التواصل الجنسي بين الذكر والأنثى وتكون ناجحة. من بين الأمور أيضا إخواني الكرام هو أن يكون الذكر في مرحلة غيار الريش سواء كان جزئي أو كلي، بحيث أن الطيور لا تتزاوج في مرحلة غيار الريش، بل يجب علينا أن ننتظر حتى يخرج هذا الطائر من غيار الريش ويعدي أيضا مرحلة الراحة، ثم بعد ذلك يبدأ الطائر بالجهوزية ويجهز للتزاوج. أيضا بالنسبة لغيار الريش الجزئي، والذي عادة يكون سببه فقدان القليل من الريش بسبب الصدمة أو الخوف، سقوط القفص، تغيير نمط الغذاء إلى غير ذلك، هنا يجب علينا أن ننتظر حتى ينمو هذا الريش، لأن الطائر لا يمكن أن يتزاوج وهو لا يملك ريش في الأجنحة، لأن عملية التزاوج تحتاج إلى الجناحين أو رفرفة الجناحين حتى يستطيع الذكر أن يتشبث بالأنثى أثناء عملية التزاوج وتكون ناجحة.
من بين الأخطاء أيضا إخواني الكرام هو أن نقوم بشراء الذكر حتى ولو كان جاهز من السوق، ثم نقوم بوضعه مع الأنثى مباشرة، بحيث أننا لم نعطي الوقت الكافي للذكر حتى يتعود على البيئة الجديدة. ولهذا عندما نشتري طائر حسون أو كناري جديد حتى ولو كان جاهز، يجب علينا أن نضعه في المكان الجديد وفي القفص الجديد أو في البيئة الجديدة حتى يتعود على ذلك المكان. فالذكر لا يمكنه أن يتزاوج ولا يمكنه أن يقوم بتكبيس الأنثى إذا كان خائف من المكان، إذا كان غير مرتاح نفسيا. ثم بعد ذلك نقوم بإطلاقه مع الأنثى من أجل التزاوج. أيضا إخواني الكرام، ذكر كبير بالسن ولم يعد قادر على تكوين حيوانات المنوية، خاصة بالنسبة للحسون والكناري. فالحسون مثلا بعد 7 سنوات 8 سنوات تقل القدرة الجنسية للذكر، ونفس الشيء بالنسبة للكناري بعد 5 سنوات إلى 6 سنوات يبدأ يعطيك معظم البيض غير مخصب. ولهذا عمر الطائر أو سن الطائر يلعب دور كبير في عملية التخصيب، وكلما كان الطائر أصغر في العمر كلما كانت الحيوانات المنوية للطائر جيدة، كلما كانت القدرة الجنسية للطائر أفضل. أيضا إخواني الكرام، استعمال المجثمات التي تكون صغيرة على ساق الطائر، فعندما تقوم الأنثى بالمسك في ذلك المجثم ولا تستطيع المسك جيدا ويقوم الذكر بتكبيسها، فالأنثى هنا تتحرك. عندما تحرك الأنثى فلا تنجح عملية التزاوج، ولهذا يجب علينا استعمال المجثمات التي تكون متوافقة مع ساق الطائر، ليست كبيرة وليست صغيرة بل تكون متوسطة الحجم مثل هذا المجثم مثلا. لكن على العكس إذا قارناه بهذا المجثم فهو صغير على ساق الطائر وساق الأنثى، مما يؤدي إلى تحركها أثناء عملية التكبيس. أيضا إخواني الكرام، أن يكون لدينا ذكر يعاني من الأمراض سواء كانت تنفسية أو معوية أو التهابات بالجهاز التناسلي، وهنا هذه الأمراض تؤدي إلى ضعف الحيوانات المنوية لدى الذكر، ونفس الأمر بالنسبة للأنثى. إذا كانت الأنثى تعاني من أمراض خاصة فيما يخص الجهاز التناسلي، فهذا الأمر سوف يعيق وسوف يصعب من عملية تخصيب البيض، ولهذا يجب علينا التأكد من صحة سواء الذكر أو الأنثى. أيضا إخواني الكرام، العقم الكامل للذكر سواء كان هذا العقم خلقي أو غير خلقي، بحيث أن العقم الخلقي يكون مع الفراق عندما تزداد ويكون خلقيا بالمعنى الأصح، لكن العقم الغير خلقي فيكون عادة من أسبابه التعرض للأدوية الكيميائية بكثرة، والتي تؤدي إلى تشوه الحيوانات المنوية لدى الذكر وضعفها، فيصبح هذا الذكر عقيم. إلى هنا إخواني الكرام نكون قد ذكرنا أهم وأبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم تخصيب البيض، بحيث أنه إذا حاولنا تجنب هذه الأسباب والتي قد يغفل عنها المربي فسوف نضمن تخصيب البيض بإذن الله تعالى. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو متابعينا الكرام. يمكنكم أيضا متابعة الفيديو السابق والذي يخص كيفية الحصول على طائر حسون ممتاز. كان هذا موضوعنا لهذا اليوم. كالعادة إن كان لديكم أي استفسار فلا تترددوا بطرحه أسفل هذا الفيديو أو أي فيديو على قناتنا، لأننا نجيب عن جميع الاستفسارات. يسعدنا تسجيل اشتراككم على قناتنا. نراكم بإذن الله تعالى في موضوع وفيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.